هعرف الزراعه على المصاطب وتفاصيلها لان ده مشروع في غايه الاهميه واعتقد يفيد كل مزارع لمح، ولكن استاذن حضرتك اخذ الاستاذ احمد ابراهيم المستشار الاعلامي لوزاره الزراعه. برحب بيك يا استاذ احمد، تحياتي ليك يا فندم. استاذ احمد صباح الخير. صباح الخير يا استاذ عاصم، صباح الخير عليك وعلى ضيفنا الكريم دكتور خالد جاد وعلى كل مشاهديك الكرام. استاذ احمد، يمكن امبارح كانت بشرة خير وامل كبيره جدا لكل المصريين بافتتاح مشروع الفيروز لاستزراع السمك في بورسعيد وغيرها من المشروعات المتعلقه بالامن الغذائي، واللي كان حريص الرئيس عبد الفتاح السيسي مش بس انه يفتتحها ولكن يؤكد على دور المصريين ودور الدوله في توفير غذاء امن لا يقل في المواصفات العالميه. شفت هذه الافتتاحات ازاي المتعلقه بالزراعه وهذا القطاع العريق، وايضا مشروع الاستزراع السمكي ازاي هيخدمنا في هذا القطاع بشكل كبير؟ شوف استاذ عاصم، انا لا اظن ان في مواطن مصري شاهد المشهد بتاع امس ونام صحيح. يعني غير مسرور، يعني اكيد كل اللي شاف المشهد امبارح كان مبسوط ونام سعيد. يعني انا شخصيا لما يعني كميه الطاقه والتفاؤل والانجاز اللي انا شفتها امبارح جعلتني اكثر سعاده في مستقبل افضل. لازم نقول ان احنا في الفتره الاخيره ويمكن معالي الوزير السيد القصير وزير الزراعه والصلاح الاراضي قال ده في بدايه كلمته امبارح امام سياده الرئيس، ان الانجاز الذي شهدته الزراعه في عهد الرئيس السيسي خلال الست سنوات الماضيه انجاز كبير لم يتحقق من قبل. صحيح. على كافه المستويات. واظن الكلام اللي انا بقوله ده كل مواطن يلمسه على ارض الواقع، يعني احنا خلال العام الماضي اللي هو عام كورونا احنا كان كل خايف ان يحدث ازمه في السلع الغذائيه، سواء في نقص السلع الغذائيه او زياده اسعارها. الحمد لله خلال العام اللي حصل العكس يا استاذ عاصم، وانت واحنا كلنا لمسنا ده، ان الاسعار انخفضت مش زادت. نعم. وان مفيش مواطن راح اي مكان يشتري سلعه ما لقاهاش. صحيح. كل المحلات عكس الدول الكبرى يعني حصل فيها ازمات يعني كبيره جدا على الشراء وحصل فيها عجز في السلع. احنا بالعكس، احنا كمان احنا صدرنا خلال العام الماضي اللي هو عام كورونا ما يقرب من 5 مليون و200 الف طن صادرات زراعيه ما شاء الله لمعظم دول العالم. فتحنا اسواق كمان جديده، حققنا ما يقرب من 33 مليار جنيه للدخل القومي من الصادرات الزراعيه. انا عايز اقول كل ده نتيجه اقتصاد زراعي قوي، نتيجه دعم للزراعه، نتيجه جهود اهالينا المزارعين الفلاحين اللي هم يعني حقهم علينا زي ما سياده الرئيس قال امبارح، ان احنا نطور الكره نرفع من صحيح من شانهم ومستواهم. يمكن سياده رئيس الوزراء كمان اكد على دخول الغاز الطبيعي كمان للكره في الفتره القادمه كمان، حتى ينعم الفلاح المصري بما تشهده مصر من تقدم ونمو في كل المجالات. كما تعلم ان الزراعه عمود اساسي في الاقتصاد القومي. صحيح. الزراعه مصر دوله زراعيه، الزراعه يعمل بها ملايين المواطنين وهي المصدر الاساسي للغذاء. نعم. ولهذا ياتي اهتمام القياده السياسيه بكل المجالات الزراعيه سواء الثروه الحيوانيه او السمكيه او الداجنه، الالبان، الانتاج الزراعي النباتي على كل المستويات. الحمد لله ما تشهده الزراعه حاليا. نعم. في على كافه المستويات امر غير مسبوق، ونتوقع ونتوقع ان شاء الله ان يستمر هذا الدعم. الطرح اللي طرحه حتى معالي الوزير امبارح امام سياده الرئيس في الافتتاحات، ولما اتكلم عن الثروه الحيوانيه واحنا نسبه الاكتفاء الذاتي وصل في يعني احنا بنتكلم لما نيجي نتكلم برضو عن الاكتفاء الذاتي بالنسبه للحوم يا جماعه نقطه مهمه قوي، بنتكلم على سله البروتين بشكل عام. صحيح. وده انعكس حتى على سعر اللحوم يا استاذ احمد مؤخرا، الحمد لله رب العالمين. زي ما حضرتك ذكرت كبرى دول العالم في ظل ازمه كورونا كان عندها ازمات في السلع الاساسيه زي الخضار والفاكهه واللحوم، احنا في مصر قدرت وزاره الزراعه لو هنتكلم في هذا الشان تدير الازمه بنجاح وقدرت توفر كافه الحاصلات والسلع الاساسيه الحمد لله. والاسعار رخصت كمان، يعني صحيح نقول الاسعار كمان ده بالعكس ده كان في الدول في الخارج فيه
ارتفاع في الاسعار، في ازمات في الغذاء، احنا لم يحدث هذا. واضف اليه زي ما ذكرت ان تم تصدير كمان، يعني التصدير كان شغال، وده كمان يعني اعجاز يحسب لوزاره الزراعه ويحسب لقناه الدوله ويحسب للمزارع المصري خلال العام الماضي. احنا بنتوقع المزيد ان شاء الله خلال هذا العام. صحيح. ومتفائلين خير لقطاع الزراعه، متفائلين خير ان كل القطاعات تشهد نمو، والاهتمام بالقطاعات الانتاجيه زي الزراعه او الصناعه، وبرضه ده ظهر امبارح في الافتتاحات. ده باذن الله هيعود بالتنميه وبالرفاهيه على المواطن المصري. طيب استاذ احمد، زي ما حضرتك ذكرت ان بفضل ربنا سبحانه وتعالى على مدار الست سنوات الماضيه كان بصمه واضحه للدوله المصريه ومثلا في وزاره الزراعه في هذا القطاع العريق. عندنا مشروعات زراعيه عملاقه بدءا من مشروع المليون ونصف المليون فدان، مشروع الصوب الزراعيه، مشروع المليون نخله، مشروع غرب لينيا، وغيرها من المشاريع الزراعيه الكبيره. يمكن كان ايضا على هامش الافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي قال البدء في زراعه 100,000 فدان بسيناء قبل 30 يونيو المقبل اللي هو في هذا العام. شايف هذا الخبر ازاي التصريح؟ لا ده احنا لو اتكلمنا في موضوع الاستصلاح وتوسع الافق الذي تشهده مصر حاليا اعجاز كبير جدا. يمكن سياده الرئيس برضه امبارح قال لو احنا اتكلمنا فيه محتاج مننا وقت طويل، يعني صحيح. احنا عندنا في سيناء، عندنا في محور الطبعه، يعني عندنا مشروع مستقبل مصر 500,000 فدان، وعندنا 500,000 فدان اخرى شغالين فيهم حاليا وزاره الزراعه جنوب محور الطبعه. في منطقه الضبعه 1,000,000 فدان شغالين فيهم، فيهم بعضهم يعني احنا شفناه ست ناس كان بيزوروا قريب مشروع مستقبل مصر، وفي جزء اخر شغالين فيه. كمان العبقري في المشروع ايه؟ ان هو مشروع هيبقى تبقى مشروعات متكامله. يعني انت مش بتعمل بس مجتمع زراعي، ده انت بتعمل مجتمع تنموي متكامل، زراعي تنموي تصنيع، بتستفيد بكل قدراتك، كمان بتستفيد من المياه الصرف الزراعي، بتعد استخدامها، بتنقل كمان جزء كبير من السكان في هذه المناطق. زي ما السيد رئيس قال امبارح احنا بنسعى بدل ما احنا عايشين على 5% و6% اننا نسعى لمساحه اكبر من كده بكتير. بامانه يعني المشروعات في كل المجالات شغاله، يعني بتلاقي يعني مش بس قطاع واحد شغال، لا كله شغال بالتوازي مع بعضه. لان احنا بنحلم احلام كبيره ان شاء الله ربنا يحققها لنا. ان احنا يعني المستقبل باذن الله واعد ان شاء الله. استاذ احمد، يمكن حضرتك معروف انك انت دايما بتبث الامل والتفاؤل، مش بس احنا كلينا كاعلاميين وبصفه حضرتك مستشار اعلامي لوزاره الزراعه بالاخبار الجميله وحريص على مفاتنا كمان اول باول بالدور اللي بتلعبه الدوله المصريه او تحديدا وزاره الزراعه في النهوض بهذا القطاع العريق. عشان كده عايز من حضرتك رساله طمانه للفلاح المصري في الفتره الجايه، تحب تقول له ايه؟ تطمنه تقول له ايه؟ والله احنا مقدرين تماما الجهود التي يبذلها الفلاح المصري، ومقدرين تماما المشاكل اللي بيعانيها الفلاح المصري. ومقدرين تماما ان عنده مشكله في التسويق، وعنده مشكله في مستلزمات الانتاج وما الى ذلك. واحنا اعترفنا بالمشكله هو بدايه حل المشاكل. احنا ما نقدرش ان احنا يعني ننكر ذلك، يعني او احنا عارفين ان في مشاكل، عشان كده احنا ومشاكل كلها موروثه من عشرات السنين، واحنا قدرنا ان احنا موجودين في الفتره دي ان احنا لازم نحل. احنا بنحاول خلال هذا العام ان شاء الله نشوف حل لمشكله اللي هي الزراعه التعقديه، لان ده اساس بالنسبه للفلاح. لازم الفلاح قبل ما يزرع الزرعه يبقى عارف ان هو هيسوقها ازاي. ده بيحصل في القطن وبيحصل في القمح. وفي القصب بيحصل. فاحنا لازم ان احنا في كل المحاصيل عشان يشجعه، وخاصه المحاصيل الاستراتيجيه عشان يزرعها، لابد ان هو يضمن تسويقها وتحقيق عائد مربح. يعني هو مش منطقي ان الفلاح يزرع ويخسر والتاجر ياخد السلعه يكسب فيها والمواطن برضه مش بيبقى مستفيد قوي. فاحنا دي معادله احنا شغالين عليها، ازاي الفلاح يكسب ويستمر في الانتاج والمواطن يستفيد من تقليل الحلقات الوسيطه ما بين المنتج والمستهلك، وبالتالي ياخذ السلعه بالاسعار المناسبه.
استاذ احمد، يمكن معالي وزير الزراعه معالي الاستاذ سيد القصير في كل مشروع سواء بيدشنه او بيفتتحه بنحس ان هو فرحان اكتر من الفلاح او المزارع، فعشان كده حابب توصل ايه المعاني الجميله اللي حابب يقولها معالي وزير الزراعه من هذه المشروعات، مش بس للفلاح او المزارع ولكن لكل الدوله المصريه في الحفاظ على غذاء. انا عايز اكد على كلامك واقول ان هو رجل مهموم بالقطاع الزراعه، ورجل والله العظيم وربنا يعني يحاسبني على هذا الكلام، الراجل ما بينامش. يعني احنا يعني تقريبا 24 ساعه شغال وشغال في وحقق يعني في كل القطاعات بتاعه الوزاره انجازات. احنا في الوقت القصير اللي هو تولى فيه المسؤوليه يعني انجازات بصماته واضحه وملحوظه الحقيقه. انا بس عايز اقول يعني حاجه بسيطه خالص، يعني موضوع رفع كفاءه الاصول اللي هو من يوم ما جه وهو شغال على هذا المحور، ومحور مهم جدا. يعني مثلا قد المشاهد ممكن يعني يسمع مني كلام لاول مره بقوله دلوقتي، هو اخر حاجه مجلس الوزراء الماضي كان في قرارين في غايه الاهميه. القرار الاول اللي هو بخاص يخص اهالينا الصيادين ويخص الثروه السمكيه بشكل عام، وهو اعاده جدوله الديون صغار الصيادين وتسعير المزارع السمكيه عشان نشجعهم على الانتاج ونوقفهم. الدوله هدفها ان هي توقف هذه الفئه على رجليها، وهدفها ان هي الفئه تستمر في الانتاج اكثر من ان هي يعني تدفع ايجارات. احنا الاساس بالنسبه لنا ان احنا نساعد المنتج على انه ينتج. نعم. نخفف العبء عن كاهل المنتج. نعم. الموضوع الثاني المهم جدا في أيوة. مجلس الوزراء اللي هو مزرعه مريوت. مزرعه مريوت دي يا جماعه يعني مزرعه سمكيه يعني تصل حوالي 5000 فدان، مثلا بلا عشرات السنين مهمله وفي طاقه انتاجيه مهمله. معالي الوزير يعني قدر ان هو يجيب مستثمرين عشان يشغلوها، هيدفعوا الدوله فلوس وهيشغلوا وهيشغلوا ويوفروا فرص عمل ويعملوا طاقه انتاجيه ويعملوا تصنيع ويحصلوا يعني فايده كبيره جدا. ده بس بند من البنود اللي معالي الوزير شغال عليها اللي هو موضوع رفع كفاءه الاصول. عندنا بقى في موضوع البرنامج الوطني للانتاج التقاوي، والدكتور خالد معاك في اقدر مني يتكلم في القصه دي ومعاك في الاستوديو، هو ده احنا شغالين فيه ازاي بنستنبط اصناف جديده من التقاوي تحقق اعلى انتاجيه وتوفر اموال كثيره الدوله كانت بتصرفها في الاستيراد واستنزاف العمله. عندنا مشروع البتيرلو، عندنا احنا وصلنا الحقيقه الاكتفاء الذاتي في موضوع الدواجن والالبان. عندنا ونصدر دلوقتي الحمد لله بعد ما مصر خلاص بدات تدخل يعني تصنف من الدول التي فيها منشات خاليه من انفلونزا الطيور. عندنا لو اكلمك على ايه ولا ايه ولا ايه يعني كل لا احنا عايزين نتكلم على كل ده يا استاذ احمد عشان الناس تعرف الدوله عملت ايه، وزاره الزراعه قدمت ايه، مش بس للفلاح والمزارع ولكن لكل المجتمع المصري، ان احنا بفضل ربنا ويكفينا فخرا ان احنا في ازمه عالميه قدرنا نثبت ذاتنا ونوفر كل السلع الغذائيه الاساسيه والاستراتيجيه باسعار مخفضه يا فندم لكل فئات المجتمع. والله 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 بامانه وربنا يعني واحنا من غير ما نتكلم كلام نظري يا جماعه، ما هو المواطن لامس ده. لمس الاسعار بتاعت السلع الغذائيه قد ايه في الانخفاض مش في الزياد. لامس ان السلع كلها متوفره في الحمد لله رب العالمين. كمان المشروع العقاري اللي احنا شغالين فيه العملاق اللي هو مشروع تحديث الراي. يعني احنا لك تعلم مثلا خلال 30 سنه على الاقل الدولة لم تطور في ري الا في 250 الف فدان. احنا خلال الشهور القليله احنا شغالين فيها تبطين الترع والمصارف ري في مليون فدان. ده ده ده, ده, ده شبكات ري حديثه كانت مشروع تبطين الترع يعني اكثر من 20,000 كيلو الدوله صحيح. شغاله فيهم بتتكلف مئات المليارات من الجنيهات، وبتوفر لنا برضه مليارات المتر مكعب من المياه يا فندم. ده ليه بقى انت بتشتغل ده ليه؟ لانك انت محتاج ميه عشان تستصلح، محتاج ميه عشان تزرع، محتاج ميه عشان تنتج غذاء للاجيال الجديده وللدياده السكانيه المضطرده اللي عندك. انت عندك ثبات في حصه الميه مع ثبات في الارض الزراعيه، فانت محتاج تتوسع وعندك دياده سكانيه فمحتاج غذاء.
فهي كلها امور متشابكه، الدوله شغاله فيها برؤيه يمكن ما اول مره تحصل، انت بتشتغل برؤيه متكامله في كل حاجه. الحمد لله رب العالمين. مش شغال بالقطعه. دي مصر الجديدة يا أستاذ أحمد، وإن شاء الله داخلين على نقلة نوعية مش بس في قطاع الزراعة ولكن في كافة المشروعات. بحيي حضرتك وبحيي معالي وزير الزراعة وبحيي كل القائمين في الوزارة على هذا القطاع العريق في دورهم ومجهودهم الجبار في توفير كل الدعم للفلاح والمزارع المصري، وأيضا توفير كافة السلع وتحديدا الاستراتيجية لكل فئات المجتمع. في حاجة حابب تضيفها يا أستاذ أحمد قبل ما تقفل؟ والله أنا حابب يعني أشكركم وأتمنى لكم التوفيق مع الانطلاقة الجديدة لقناة مصر الزراعية، لأن قناة مهمة جدا إن هي تواكب كل هذه الإنجازات في كل المجالات مش بس في الزراعة. إن شاء الله أنا أتمنى إن هي تلقى يعني إعجاب وتجذب المشاهدين وتعرفهم كل الإنجازات اللي بتحصل في مصر ان شاء الله باذن الله، وتقدم تكون نموذجا للاعلام الوطني الهادف الذي يخدم اهداف الدوله ويقف مع الدوله ويساند الدوله الوطنيه المصريه في كل توجهاتها. انا بشكركم شكرا جزيلا واتمنى لكم كلكم التوفيق وكل العاملين في القناه اساتذتي واخواتي وابنائي الاعزاء. ان شاء الله ان شاء الله يعني المستقبل افضل باذن الله. نعت حضرتك ونعت الساده المشاهدين ان احنا زي ما نلنا ثقه حضراتكم في المرحله اللي قبل كده ان شاء الله في المرحله الحاليه واللي جايه نكون عند حسن الظن ونستمر في تقديم الرساله الاعلاميه الهادفه اللي بتفيد كل فئات المجتمع وعلى راسنا طبعا الفلاح والمزارع المصري، وكمان مش بس ان احنا اللي بيتابعونا داخل مصر ولكن في الوطن العربي. نتمنى رب كل التوفيق وان شاء الله مزيد النجاحات للدوله المصريه في كل المجالات. بشكر حضرتك جدا الاستاذ احمد ابراهيم المستشار الاعلامي لوزاره الزراعه، شرفتني يا فندم، بشكر حضرتك جزيلا، وتحياتنا لمعالي الوزير ولكل القطاعات يا فندم اللي بتبذل دور كبير جدا الحقيقه في هذا المجال العريق.